مشاهدينا الكرام، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من سؤال جريء، وهي بعنوان داعش والإسلام. أكيد أن ما يحصل في بلدان الشرق الأوسط أمر معقد سياسيا وعسكريا ودينيا، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر دور الجماعات الإسلامية في الصراع القائم، ولا أحد يستطيع أن ينكر وجود العامل الديني في الصراع. ومن بين الحركات الجهادية التي ظهرت في العراق وسوريا هي داعش، أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، تحت قيادة زعيمها الحالي أبي بكر البغدادي. من يشاهد صور القتلى من الأسرى ومن يشاهد تصرفات هذه الحركة سيشمئز ويرفض هذه التصرفات، حتى من قطاع كبير من المسلمين. لكن هناك قطاع آخر كبير أيضا من المسلمين يؤيدون هذه التصرفات، وهناك من الشيوخ الذين يدافعون عما تقوم به داعش. السؤال هنا، فهل ما تقوم به داعش على أرض الواقع من قتل وتدمير وحرق وقتل الأسرى له علاقة بالدين الإسلامي؟ أم أن الإسلام بريء تماما مما تقوم به داعش؟ هل الإسلام يدعو للرحمة وداعش هي عكس الإسلام؟ أم أن ما تقوم به داعش هو مجرد استنساخ لما قرأه أفرادها وأعضاؤها في السيرة وفي الكتب التي تتحدث عن العصر الإسلامي الأول؟ الإذاعات تتسابق لنقل أخبار ما يجري في العراق وتحليله من الناحية السياسية ومن ناحية الصراع الشيعي السني ومن ناحية تدخل إيران والسعودية والدعم الغربي. لكن أنا سأترك هذا كله على جانب في هذه الحلقة، وأتطرق لجانب آخر، لأن ما تغفله تلك القنوات أن هؤلاء الذين يقاتلون لهم دوافع أخرى، دوافع دينية، ولا يوجد أقوى وأخطر من الدافع الديني. إنهم يحاولون تقليد الجيل الأول من الصحابة، يحاولون استنساخ الدولة الإسلامية المحمدية كما قامت في شبه الجزيرة العربية منذ 14 قرنا. وأي محاولة لفهم ما يحصل بعيدا عن تأثير الدين وتأثير نموذج محمد ونموذج الصحابة على أرض الواقع اليوم هو تحليل ناقص. اليوم سأحلل العلاقة بين داعش والإسلام، فإذا تابعوني. إذن السؤال هو، أو العنوان هو، داعش والإسلام. وهذا شعار داعش، الدولة الإسلامية في العراق والشام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو في الحقيقة هم يكتبون الله فوق حتى يكون الله أعلى من محمد، لكن هم في الحقيقة يعبرون عن الواقع الله رسول محمد، لأن فعلا الله مستخدم من محمد في القرآن وفي الأحاديث. ثم يقولون راية واحدة، أمة واحدة، راية واحدة. إذن الهدف واضح حتى من الشعارات الموجودة على مواقعهم، راية واحدة، أمة واحدة، فهذا هو هدف داعش. كيف نحدد، السؤال هنا، كيف نحدد العلاقة بين الدين وتصرفات الناس؟ هناك أكيد هناك معايير أو أشياء نعتمد عليها لتحديد هل هناك علاقة بين هذا التصرف وبين الدين، هل هناك علاقة بين تصرفات داعش والدين الإسلامي. أول شيء، إذا كان الشخص أو المجموعة في هذه الحالة، لأن داعش مجموعة مسلمين، إذا كان الشخص أو المجموعة متدينا ملتزما، إذا كان هذا الشخص متدين وملتزم، فهذا أول شيء يدل على أن هناك علاقة بين الدين وبين التصرفات. لكن لحد الآن لا يمكن، بمعيار واحد لا يمكن ربط هذه العلاقة. المعيار الثاني، إذا كان الشخص عن وعي يربط بين تصرفاته والدين، يعني هو واعي بأن ما يفعله هو له علاقة بالدين، فداعش واعية تماما بأن ما تقوم به هو تمثيل للإسلام كما جاء في النصوص، نصوص التراث الإسلامي. إذا كان الشخص نفسه يربط بين تصرفاته والدين، إذا كان في الدين نصوص
تأمر أو تشجع على تلك التصرفات. إذا وجد في داخل الدين في نصوصه المقدسة وفي هذه الحالة سواء القرآن أو السنة، فإننا أمام ثلاث معايير الآن. إذا كان في الدين نصوص تأمر أو تشجع على تلك التصرفات، وأحيانا قد تكون النصوص مفهومة غلط، إذا نبحث عن التفسيرات. إذا كانت تفسيرات هذه النصوص تؤيد تلك التصرفات، والمعيار الخامس إذا كانت أهداف تلك التصرفات أهداف ينص عليها الدين. إذا خمس معايير. لو توفرت هذه الشروط كلها فنحن أمام تصرف له علاقة 100% بالدين، لا يمكن الهروب من هذا الأمر. فداعش متدينون، أعضاء داعش متدينون ملتزمون، وهم يربطون بين تصرفاتهم والدين علنا، يعني ببياناتهم، بمواقعهم، بفيديوهاتهم، بتصريحاتهم، بالآيات التي يقرؤونها، بكل شيء. ويوجد في نصوص الدين الإسلامي ما يشجع ويأمر بهذه التصرفات. وتفسيرات النصوص أيضا، لما نطالع الطبري أو ابن كثير أو القرطبي أو الرازي إلى غير ذلك، عندما نطالع هذه التفسيرات نجدها تؤيد تفسيرات الداعشيين أو الدواعش للنصوص الإسلامية. إذا كانت أهداف، وأهداف داعش هي أهداف إسلامية كما سنرى، فإذا الخمس شروط في نظري متوفرة في داعش. ما هي داعش؟ داعش هي اختصار للدولة الإسلامية في العراق والشام. الأمير الحالي أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري الحسيني القرشي. وهو يدعي، أو كما تدعي العديد من العائلات في العالم الإسلامي، نسبة نسبه إلى محمد، فهو يقول أنه من سلالة محمد، من سلالة مبدئ الإسلام، مؤسس الإسلام، محمد ابن عبد الله. فإذا هو مسلم، أبو بكر البغدادي، حتى لاحظوا الاسم أبو بكر البغدادي، لأن اسمه الحقيقي إبراهيم، فهو أخذ اسم أبي بكر، أول خليفة مسلم الذي قام بحروب سماها حروب الردة، فهو أيضا الاسم له دلالة، أبو بكر البغدادي، البغدادي نسبة إلى بغداد، لكن اسم أبي بكر هو اسم له دلالة أنه هو الخليفة لمحمد، يقوم بما قام به الخليفة. حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية، يعني لا تقولوا لي هذا لا يفهم في الإسلام أي شيء، فهو حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية بحسب ما قالته CNN في 13 يونيو 2014. ارجعوا لموقع CNN بالعربية ستجدون، ومواقع أخرى ذكرت هذا الأمر، أعتقد BBC أيضا ذكرت هذا الأمر، والكثير من المواقع الإخبارية. حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية، دكتوراه ليست في الفيزياء ولا في العلوم، هي دكتوراه في الشريعة الإسلامية. كل ما تعلمه هذا الشخص كان عبارة عن سيرة محمد، عن القرآن، عن التفاسير، يعني هو يحاول استنساخ الدكتوراه التي تعلمها. كان إمام مسجد في 2003 في بغداد بحسب تقرير BBC 11 يونيو 2014. كان داعية في جامع أحمد بن حنبل سامراء بحسب سيرة ذاتية موجودة على مواقع موالية لداعش. إذن كان داعية وكان يخطب في الناس في جامع أحمد بن حنبل بسمرة. هذه الصور الموجودة لدينا لأبي بكر البغدادي زعيم داعش. هذه صورة أخرى بالألوان، أبو بكر البغدادي، وهو من أكثر المطلوبين للعدالة لأنه قائد مجموعة إرهابية تقتل الناس وتدمر حياتهم. هذه نفحات كما وجدت، هذه سيرة ذاتية كما وجدت على المواقع الموالية لداعش، مكتوب فيها نفحات من سيرة مولانا أمير المؤمنين، فهو أمير المؤمنين، أمير داعش، واسمه أبو دعاء إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدري الرضوي الحسيني السامرائي، ينحدر من عشائر السادة الأشراف البدريين
البوبدري. فإذا هو من سلالة يقال عنها شريفة نسبة إلى محمد. مطلوب في موقع اسمه Rewards for Justice اللي هي مكافآت من أجل العدالة، بالموقع بالعربية يقال له المكافآت من أجل العدالة، قم بإيقاف إرهابي أنقذ أرواح، واسمه أبو دعاء، المكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، صورته هذه، وموجود إيميل وأرقام لمن يريد أن يتصل حتى يدلي بمعلومات عن هذا الإرهابي. وفي الحقيقة أنا أشجع من يدلي بمعلومات عنه، لأنه أولا ستقوم بإنقاذ أرواح من القتل، من الدمار، من الإرهاب، وأيضا سيحصل الشخص على 10 ملايين دولار، ممكن حتى يساعد بعض الفقراء من توزيع ولو أجزاء منها، يساعد الكثير من الناس المعوزين، وأيضا هو يستفيد ماديا. إذن هو تاريخ الميلاد 1971، اسمه الدكتور إبراهيم نسبة للدكتورة في الشريعة الإسلامية، ولديه ألقاب كثيرة، فالمفروض أنه هذا يقدم للعدالة، ولا لا ينبغي أن يبقى حرا طليقا. إذا نحلل شخصيات الداعشيين أو الدواعش، هم مسلمون ملتزمون، كما قلت العنصر الأول مسلمون ملتزمون، اللحية، حلق الشارب، هذا الشخص هو اسمه ناصر المثنى الموجود الذي أصوله يمنية وذهب إلى وتعيش عائلته في بريطانيا، لكنه ذهب للالتحاق بداعش وظهر في فيديوهات على مواقع منسوبة أو موالية لداعش. إذن هم ملتزمون، اللحية، حلق الشارب، كل أمارات الالتزام حتى الهدي الظاهر للإسلاميين موجود عندهم، فهم يهتمون بدقائق الأمور في الإسلام، فهم ملتزمون دينيا، لا يمكن أن يأتي شخص ويقول هذا لا علاقة له بالإسلام. وأيضا نجد مثلا هذا الشخص نفس الشيء، هم من جنسيات مختلفة، القاسم المشترك الوحيد بينهم هو الإسلام، ليسوا من نفس الدول، ليسوا من نفس المستويات التعليمية، ليسوا من نفس المستويات الاقتصادية، إذن القاسم الوحيد المشترك بينهم هو الإسلام. هذا اسمه أبو لين الجزراوي، وأيضا يحافظ على الهدي الظاهر اللي هي حلق شارب والإعفاء عن اللحية، ويعني موجود بكثرة من دول مختلفة. سأعرض أول فيديو لواحد من الدواعش، من أعضاء داعش، يقول فيه، يصرح بأهدافه وأغراضه من الانضمام لداعش وماذا يريد أن يفعل. نشاهد أول فيديو. فنسأل الله أن يثبتنا ويثبت أقدامنا. تكبير والله يا شبيحة يا علوية يا شيعيون، والله ما جئناكم إلا بالذبح، وإن لم تستتوبوا ما لنا لكم إلا عناقكم، وما لنا لكم إلا سلب نسائكم. وتكبير الله أكبر، والله لا إله إلا هو، سوف يكون نسائكم وبناتكم ووالداتكم سلبا لنا ولا لغيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دولة الإسلام في العراق والشام سوريا. إذن هم بصراحة أهدافهم القتل والجنس، الاستيلاء بالقتل وبالجهاد والجنس، هذه أهداف واضحة من كلام هذا الداعشي الذي يصرح بها علنا. وأيضا ترون اللحية، فهو يحافظ على الهدي الظاهر كما أوصى به محمد، سنة محمد. حتى الألقاب، حينما نجد الألقاب نجدها ألقاب إسلامية، مثلا هذا أبو دجانة المغربي، والألقاب تعبر أيضا، هذا لقب أحد الصحابة، وأيضا مات بالنسبة للمسلمين مات شهيدا وكان يعني يشارك في الغزوات، هذا تم قتله، وقد قمت بتغيير الصورة حتى يعني لا نظهر المناظر الدم والقتل لمشاهدينا، واحتراما لوجود عائلات ووجود ناس لا يقبلون هذه المناظر، لكن أوصي لو يوجد أطفال الأفضل ألا يشاهدوا هذه المناظر، لأن الحلقة لليوم ستكون صعبة شيئا ما.
إذن أبو دجان المغربي، ويقولون عنه تقبله الله لأنه مات في نظرهم شهيدا. الهدي الظاهر، اللحية، حلق الشارب نفس الشيء، والراية الإسلامية محمد رسول الله، فالشعارات إسلامية، التصريحات إسلامية، الألقاب إسلامية، المظاهر إسلامية، يحافظون على أدق التفاصيل في الإسلام، الأهداف إسلامية. فإذا لماذا نفصل بينهم وبين الإسلام إذا كان كل شيء فيهم إسلامي؟ من ابتداء من أسمائهم وألقابهم وأشكالهم وطريقة لبسهم وطريقة مظاهرهم وتصريحاتهم والآيات التي يستخدمونها، كل شيء إسلامي، ومع ذلك نقول لا علاقة لداعش بالإسلام. إذن من الذي له علاقة بالإسلام في هذه الحالة؟ لو رجعنا لكتاب كاتب اسمه مارك سيجمان، اسم الكتاب فهم الشبكات الإرهابية، Understanding Terror Networks، يقول في الصفحة 93، هذا عمل بحث ميداني حلل شخصية 155 مجاهد من الذين نعرف عنهم معلومات وتفاصيل كثيرة، فقال أنه هناك شفت، يعني هناك تحول في الالتزام والالتزام بالإسلام في يعني عند بلوغ سن الرشد في المجاهدين قبل أن يتم التحاقهم بالجهاد. فهناك تحول دائما في شخصية الإرهابي، نجد تحول في الالتزام الديني قبل التحاقه بالجهاد، معنى أن الشخص قد يكون غير ملتزم دينيا ويحصل له نقلة أو تحول جذري فيصير ملتزم دينيا، يصير اللحية ويصير يعني إنسان محافظ بالمفهوم الإسلامي، ملتزم بالمفهوم الإسلامي، لكنه في الحقيقة منعزل بمفهوم غير المسلمين، أنه ينقطع عن العالم، يصير منكفئ عن ذاته، منغلق، يصير يعني من هذا النوع. فيقول أنه بتحليل شخصية 155 مجاهد من الذين وجد معلومات عنهم، كلهم إلا واحد كانوا جد ملتزمين قبل الالتحاق بالجهاد يعني أكثر مما كانوا وهم أطفال، يعني صاروا جد ملتزمين قبل الالتحاق بالجهاد. إذن من 155 شخص 154 منهم كان عندهم نفس القصة، أنه صاروا ملتزمين بالإسلام جدا قبل الالتحاق بالجهاد. ماذا يعني هذا؟ يعني أن من يقومون بالتفجيرات ومن يقومون بالإرهاب من الجماعات الإسلامية هم أشخاص ملتزمون دينيا، ملتزمون بحسب مقاييس الإسلام، فلا يمكن الفصل بينهم وبين الإسلام. هم ليسوا أشخاص لا علاقة لهم بالإسلام، يعني يسكروا وما عندهم أي شيء ولم يكن لهم أي شيء في الإسلام، ما كانوا يحضرون الصلوات، ما كان لهم علاقة بالمسجد، فجأة ثاني يوم صاروا إرهابيين. لا، هناك مراحل يمر منها الجهادي، ومن بين هذه المراحل أهم محطة هي الالتزام الديني. فالالتزام الديني المتزمت يقود حتما بالنسبة لهؤلاء للإرهاب الإسلامي. نشوف أول فيديو للجهادي، أو ثاني فيديو عفوا في هذه الحلقة، الجهادي ناصر أبو المثنى اليمني، أو ناصر المثنى، والذي قال عنه والده أنه يعود إلى أصول يمنية، وأخذ معه شقيقه الأصغر أصيل البالغ من العمر 17 سنة، وهو عمره 20 سنة، يعني شباب في بداية مشوار حياتهم، ممكن أن يعطوا الكثير، لكن للأسف تم حشو أدمغتهم في المساجد البريطانية موجودة في بريطانيا، المساجد الإسلامية. يقول الأب: أشعر بأنني، بحسب مقال جاء في العربية يوم 23 يونيو الأربعاء الاثنين 23 يونيو، قال الأب: أشعر بأنني مريض ومدمر لأن ابني تورط في هذا العمل، ومشيرا إلى أن ناصر كان قد ترعرع في بلدي بريطانيا وأحبه واحترمه. ما احترام المشاعر هذا الأب؟ ابنك لم يحترم بريطانيا ولم يحبها في يوم من الأيام بسبب ما يسمعه في المساجد. هؤلاء لا يحبون، يسمون بلاد الكفر، لا يحبون بلاد الكفر، بل يحبون
الوهم الإسلامي المعشش في دماغهم وهو الخلافة والأمة الإسلامية. يقول أحمد مثنى ابنه ناصر تعرض لغسيل دماغ منذ أن بدأ التنقل بين مساجد مختلفة في بريطانيا. الأب يقر أن ابنه تحول منذ أن صار يتنقل بين مساجد بريطانيا. إذن هذا ماذا يقول لنا؟ يقول بأن الالتزام الإسلامي يقود إلى الإرهاب. وفي مقابلة أخرى مع شبكة ATV News وصف ابنيه بأنهما مسلمان محافظان لا يتحدثان مع البنات. يعني لا يمكن أن نقول هؤلاء الأشخاص غير مطبقين للإسلام. مسلمان محافظان حتى لا يتحدثان مع البنات. يعني محافظان لأقصى حد. إذن فبريطانيا تقريبا يوجد 500 شخص بريطاني ذهب إلى الجهاد في سوريا، الجهاد بين قوسين في سوريا والعراق. نشوف الفيديو بتاع ناصر المثنى. نحن عشاق الحالي، نحن فرسان الحياة، نحن عشاق العالي. هان لكم أن تعرفوا طريق العزة والسيادة، طريق الخير والأمن والسعادة. آن لكم أن تعلموا أنه لا حقوق بغير الجهاد، لا عدالة بغير الجهاد، لا كرامة بغير الجهاد، لا أمان بغير الجهاد، لا أمل بغير الجهاد، لا حياة بغير الجهاد، لا حياة بغير الجهاد. أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Oh, you who believe, answer the call of Allah and His Messenger when He calls you to what gives you life. Imam Al-Qurtubi says that what gives you life is jihad. And know by Allah that this is the land of jihad and the land of hayat, the land of living. We have brothers from Bangladesh, from Iraq, from Cambodia, Australia, UK. Nothing has gathered us except to make Allah Azza wa Jalla's word the highest. That's all we've came for. And when you want to know who is upon the haqq, my brothers and sisters, you need to look to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says the land of Sham is the best of lands from Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla has astafaha. He has made this the best of his lands. And he chooses the best of people to come here. So you see where the muhajireen are, and this is the biggest evidence that they are upon the haqq. And walillahi alhamd, I don't know anybody else that has as many muhajirin as we do. We have people from all over the world, walillahi alhamd. And also about the issue of, subhanAllah, fighting to make Allah's word the highest. A lot of people think it's just to put this flag over their building. By Allah, it's not that. It's implementing the law of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, Quran tells us to fight until there is no fitna. And when you look at what the meaning of fitna is, the majority of the mufassireen explain it specifically to be shirk. And by Allah, other than implementing the law of Allah Azza wa Jal and fighting the enemies of Allah, you see no one who does it like us. Walillahi alhamd. And we are a state who is implementing the Sharia in both Iraq and Sham. And look at the soldiers. We understand no borders. Walillahi alhamd, we have participated in battles in Sham, and we will go to Iraq in a few days and we will fight there bi'idhnillah and come back. And we will even go to Jordan and Lebanon with no problems, wherever our Sheikh wants to send us. And again, I want to send a message to my Sheikh, our Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi, Amir al-Mu'mineen. I send you this message and I want to let you know that the hope of this ummah is in your neck. By Allah, the hope of this ummah is in your neck. I say the third time, the hope of this ummah is in your neck. We hope in the Khilafah. It's imminent, whether it's by us or those after us. But we know it will be imminent. And by Allah, I speak to you from the heart, bi'idhnillah azza wa jal, and I want to let you know, don't fear the blame of the blamers, and be firm, and don't change at all. And bi'idhnillah azza wa jal, we are with you. Send us, we are your sharp arrows. Throw us at your enemies wherever they may be. And bi'idhnillah azza wa jal, we will return the borders which goes all the way to Al-Andalus and Al-Jazeera bi'idhnillah azza wa jal. نحن عشاق العوالي، نحن فرسان الحياة، يا أسود الله شد الرحال لأرض. لو لاحظتم أول شيء، هذا الفيديو عليه لوجو الحياة، نفس اللوجو بتاع قناة الحياة. أو تاني شيء سموه الحياة،
واعتقد أنهم يقلدوننا بطريقة أو بأخرى حتى سموه الحياة، وهو يبت الموت. ومواقع الموالية لداعش نشرت هذا الفيديو كإعلان ودعاية لجذب المزيد من المتطوعين من البلدان الغربية حتى يعني يصيروا أيضا في أرض المعركة، وحتى يلتحقوا بإخوانهم في أرض القتال ويكونون أيضا شهداء وفي خدمة القضية الإسلامية. الأخ المتكلم ناصر المثنى يقول أولا الفيديو يقول لا أمل بغير الجهاد لا حياة، واسم الفيديو لا حياة بغير الجهاد، فإذا هم يتحدثون عن شيء إسلامي محض. ثم الشخص يبتدئ بآيات قرآنية ويفتتح بها مما يدل على أن كل غرضه هو الإسلام والدفاع عن الإسلام و جعل كلمة الله هي العليا كما قال في الفيديو، ويقول أننا من بنغلاديش من العراق من أستراليا من بريطانيا من بلدان مختلفة، يعني القاسم المشترك بينهم هو الإسلام، ويقول أننا نريد تطبيق حكم الله ونريد القتال حتى لا تكون فتنة، وبحسب المفسرين الفتنة هي الشرك، فنحن نريد إنهاء الشرك ولا نعترف بالحدود. اليوم نحن في سوريا، غدا في العراق، بعدها في لبنان وفي الأردن وفي بلدان مختلفة. فإذا الأمر واضح جدا، إلا لمن يريد أن يدفن رأسه مثل النعامة في التراب ويقول هذا لا علاقة له بالإسلام. هدف داعش هو تكوين دولة إسلامية تسترجع الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية. وينبغي الرجوع للحلقة 321 اسمها وهم الخلافة الإسلامية، إذا أراد أي شخص أن يتوسع في فهم وهم الخلافة لدى الجماعات الإسلامية. لا توجد جماعة إسلامية واحدة في كل الجماعات الإسلامية الموجودة وهي كالفطر منتشرة في العالم الإسلامي. لا توجد واحدة لا تؤمن بالخلافة، الإخوان المسلمون يؤمنون بالخلافة، القاعدة تؤمن بالخلافة، داعش تؤمن بالخلافة، حتى العدل والإحسان عندنا في المغرب تؤمن بالخلافة، القاعدة المغرب بلاد المغرب الإسلامي أيضا تؤمن بالخلافة، كل الجماعة بوكو حرام تؤمن بالخلافة، الشباب في الصومال تؤمن بالخلافة، كل الجماعات الإسلامية تريد استرجاع الخلافة. هذا الوهم الذي لن يغادر أذهانهم وسيقضون نحبهم دون الوصول إليه. إذن الهدف هو تكوين دولة إسلامية وتطبيق الشريعة، وهذا هو الوهم، وهم داعش وأخواتها سميته، وهم داعش وأخواتها الخلافة، هذه هي الخلافة. حتى تحدث ناصر عن استرجاع الأندلس إسبانيا حاليا، فهم يؤمنون باسترجاع كل هذه المناطق حتى تصير الخلافة الإسلامية لما كانت عليه من قبل. إذن هم ابتدأوا بالعراق والشام دولة الإسلامية، ولاحظوا حتى اسمها الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية في العراق والشام، الدولة الإسلامية يعني الغرض إسلامي واسمها إسلامي وشعاراتها إسلامية والقائمون بها إسلاميون ومسلمون مطبقون للإسلام بحذافيره. فإذا داعش هي تطبيق مصغر لنموذج محمد كما قرأوه في الكتب، المقررات التي نحشو بها رؤوس الأطفال، البيوت التي نردد فيها نفس القصص، هذه الكتب الصفراء التي تباع في المعارض ويشتريها الناس ويقبلون عليها، هي من ملأت أذهان أعضاء داعش وجعلتهم داعش. المشكلة ليست في الكثير من الأشياء، المشكلة الرئيسية موجودة في هذه الكتب. فنحن نجني ما زرعناه أو نحصد ما زرعناه، زرعنا هذا الفكر الإرهابي المتخلف، زرعنا لهم نماذج من قرن محمد، اليوم يريدون تطبيق هذا النموذج وذاك النموذج في الجزائر في المغرب في ليبيا في مصر في العراق في سوريا في كل هذه الأماكن. نحن نحصد فقط ما زرعته الكتب الإسلامية. حتى لاحظوا أنه الشعار دولة الخلافة، دولة الخلافة، الشعارات الراية السوداء
حين نتحدث عن الراية السوداء، الكثير من الناس يقولون راية القاعدة، لا هذه راية محمد بحسب النصوص الإسلامية. فحتى الدول تقول هذه راية القاعدة، ولا يعرفون أنها موجودة في نصوصهم، في الكتب التي يبيعونها، في الكتب التي يروجون لها، في الكتب التي يقدسونها، هي راية محمد. عن ابن عباس قال كانت رايات، أو قال راية رسول الله سوداء ولواؤه أبيض، في السنن الكبرى للبيهقي. في السيرة النبوية لابن هشام تحت عنوان راية رسول الله، حدثنا يونس قال عن مولى محمد بن القاسم، قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة، نمرة يعني قطعة صوف، كانت سوداء مربعة من نمرة. سنن الترمذي باب ما جاء في الرايات. قال ابن إسحاق، هذه هي اللي في السيرة النبوية، قال ابن إسحاق وكان أمام رسول الله رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. إذن اسمها العقاب، العقاب طائر يأكل فريسته حية، فإذن العقاب، وهذا يدل على أن محمد كان يقول بهذا الشعار، شعار الراية السوداء، وسماها العقاب، أنه يأكل فريسته حية. إذن هذه هي الراية السوداء، لا إله إلا الله، كما جاءت شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله، الراية الداعشية واسمها العقاب. وإذا تأملت أيضا هذا الختم الذي يجعلونه وسط الراية، ستجد له أيضا أثر في النصوص الإسلامية. داعش تعتمد على النصوص الإسلامية، حتى في أول ما جلسوا هم عن وعي، هم صنعوا هذه الراية عن وعي بعد قراءة النصوص، لا لم يخترعوا الراية هكذا. عن أنس عن أبا بكر يقول رضي الله عنه لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، محمد سطر، رسول سطر، والله سطر. صحيح البخاري كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم 3 أسطر، إذن محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، كما جاءت في صحيح البخاري تماما. في شيء آخر، حتى في منشورات داعش، هذه الصورة على المواقع الموالية لداعش، راية العقاب عند داعش مربعة مثل راية محمد، عليها الختم كما قيل في صحيح البخاري، عليها لا إله إلا الله كما قيل في بعض نصوص التوراة، وهم يعرفون هذا، راية العقاب، محمد سمى رايته العقاب، ويقولون راية العقاب تعلو على أبراج المرتدين. فهي حرب دينية، يعني حرب تشبه الحروب التي قام بها محمد في نظرهم، وهذه ولاية من ولايات الخلافة الإسلامية، ولاية صلاح الدين في العراق. فإذا وحتى الآيات التي يستخدمونها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فإذا هم يستشهدون بآيات قرآنية، وهذه الصورة تابعة لمواقعهم. شيء آخر، الطريقة التي يريدون تحقيق الخلافة بها هي الجهاد، ونحن رأينا أنه هذا الفيديو الذي رأيناه يقول لا أمل بغير الجهاد، لا حياة بغير الجهاد، ما يحييكم هو الجهاد. نشوف فيديو ثاني من نفس المجموعة، هم أجانب من بريطانيا التحقوا بداعش، فما هو سبب التحاقهم؟ نشوف تاني فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. First thing, Allah subhanahu wa ta'ala says, اقرأ. Ya all brothers and sisters, open the Quran and read the ayahs of Quran. Read the ayahs of jihad, then everything will become clear to you. With me, in the UK, when I used to read the ayahs of Quran, I used to feel like a munafik. You know, when I used to read the ayahs of jihad, I would feel like a munafik. And this is what really made everything clear to me. All these scholars telling you, oh, this is farz, this is not farz, it's not time to do jihad. Forget everyone. Read the Quran, read the book of Allah, the instruction of life, and you'll find out what is jihad, and if are we meant to do jihad or not. All you brothers, wallah, make a move. Because Allah does not need you to fight for him. You need to fight for Allah subhanahu wa ta'ala, for your akhirah.
Dawla doesn't need you, doesn't need your money, but you need to spend on Dawla for your akhirah. And this dunya is only a test. And Allah sent you to this dunya to see how much you're willing to sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. Are you willing to sacrifice the fat job you've got, the big car you've got, the family you have? Are you willing to sacrifice this for the sake of Allah? Definitely, if you sacrifice something for Allah, Allah will give you 700 times more than this. Oh, my brothers, living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. Prophet ﷺ said, the cure for the depression is jihad fi sabilillah. You feel like you have no honor. Prophet ﷺ said, the honor of a believer is qiyamul layl. The honor of the ummah is jihad fi sabilillah. Oh, my brothers, come to jihad and feel the honor we are feeling. Feel the happiness that we are feeling. نحن أسد النزال لا لن نبالي بالطغاة نحن عشاق عوالي نحن فرسان الحياة نحن فرسان الحياة يقول يعني اللوجو ولوجو قناة الحياة ونحن فرسان الحياة لا نحن هم فرسان قناة الحياة ونحن سنفضح هذا الإرهاب وأنتم مجرد رسل موت. يعني الواحد يقول كنت أشعر بالإحباط يعني وكنت أعيش في الغرب وأشعر بالإحباط depression. فأكيد أنه تشعر بالإحباط لأنك ترى أن الإسلام مهزوم. الإسلام لا يرقى للمستوى الذي وصلت له الحضارة وتعيش بين عالمين متناقضين عالم تقرأه في الكتب الصفراء الكتب الإسلامية وعالم تراه بأم عينك فأنت تريد أن تعود إلى الوهم إلى 1400 سنة مضت تقرأها دائما عندما تذهب للمسجد طبيعة الحال ولدوا لديك هذا الإحباط وهذا هذه النفسية المعقدة ولذلك ترى أن تحقيق يعني فشل هذا الشخص بالنسبة لي فشل لا فاشل على كل المستويات فأراد أن يعطي لنفسه قيمة ويجعل من نفسه مجاهدا فذهب التحق بداعش يقول أني كنت أحس بأني منافق لأني لا أقوم بالجهاد وأقرأه في القرآن وهو على حق ويقول اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن ستجدون الجهاد واضح وأنا معه في هذه أن القرآن واضح يذكر الجهاد بكل صراحة ماذا سيفعلون في سور بكاملها تتحدث عن الجهاد فإذا هو يقول الحقيقة في هذا الجانب الطريقة إذن هي الجهاد وهناك نصوص كثيرة قلناها في حلقات كثيرة فإذا أنا سأذكر ببعضها في صحيح مسلم كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغزو مذموم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق فالأخ يقول أنا كنت منافق لأن من مات ولم يغزو مات منافقا ومن مات ولم يحدث نفسه يقول لنفسه أنا أريد أن أغزو أن أموت شهيد أن أموت في معركة فإذا من مات ولم يقم بهذا العمل مات منافقا في صحيح مسلم فإذا الإمام يذهب في المسجد ويقول هذا الحديث ثم يقولون لماذا توجد داعش غريبة ما ازرع هذا الحديث تحصد داعش قل هذا الحديث كرره مرات كثيرة أمام مجموعة من الناس تعمل لهم غسيل دماغ طبيعة الحال سيقول لك أنا أريد أن أطبق هذا الحديث لا أريد أن أموت وأنا لم أغزو ولم أحدد نفسي بالغزو عن ابن عمر أن رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهؤلاء يريدون أن يطبقوا نموذج محمد صحيح البخاري حديث مشهور فإذا إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم لا يمكن أن تصير دماء غير المسلمين حرام إلا باعتناق الإسلام أو بإعطائهم عهد فإذا هؤلاء يقرؤون هذه النصوص وهم نتيجة مباشرة لهذه النصوص الطريقة أيضا هي الجهاد ونحن نرى هنا في صور ترويجية لداعش صفوف المجاهدين دولة الإسلام تتمدد الراية إسلامية أشكالهم إسلامية مجاهدون فهم يطبقون مثلا سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية التي استشهد بها ناصر ويكون الدين كله لله حتى يكون الإسلام هو السائد
فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، لو توقفوا، لكن إن لم يتوقفوا فنستمر في الجهاد. فالجهاد مستمر بحسب الإسلام، بحسب التفكير الإسلامي. نشوف ثالث فيديو من هذه المجموعة ثم أبدأ في أخذ المكالمات. ثالث فيديو لشخص آخر بريطاني الجنسية، التحق شاب صغير جدا، لاحظوا أنه أعمارهم 17 18 20، يعني شباب صغار، لكن تم استغلالهم وتم حشو. والأسر أيضا تتحمل مسؤولية، لأن هذا الأب الذي اعتقد أن ابنه مسلم جيد بتنقله بين المساجد، هو في الحقيقة لا يعلم أن المشكلة في الإسلام. الكثير من المسلمين لا يعلمون أن المشكلة في الإسلام، يعتقدون أن الإسلام هو صوم وصلاة وحج وزكاة إلى غير ذلك. لا، الإسلام أكثر من هذا، الإسلام هو الجهاد. الإسلام هو الجهاد. عندما تقرأ القرآن كثير من الآيات تتحدث عن الجهاد أكثر مما تتحدث عن الصيام. الكثير من الآيات تتحدث عن الجهاد أكثر مما تتحدث عن الحج. فإذا أيهما أكثر؟ عندما يقرأ الإنسان القرآن سيدرك أهمية الجهاد في القرآن وفي الإسلام. ولذلك يعني ما حصل لهم نتيجة طبيعية لارتياد المساجد وسماع هذه الخطب حتى في الغرب، وعلى الغرب أن يدرك هذا الأمر. فالمشكلة في الإسلام وليست في داعش، فكلما حتى لو ماتت داعش ستقوم داعش أخرى، لأن الإسلام فيه هذا الفيروس، سيقوم ثانية، سيعشش في أدمغة الأجيال وسيقوم ثانية لإرهاب الناس. نشوف الفيديو. This is a message to the brothers who stayed behind. والله يا إخوة, you need to ask yourselves what prevents you from coming to the land of Izzah, what prevents you from joining the ranks of the Mujahideen, those that spill the blood to raise the raya of La ilaha illallah, to raise the raya of Tawheed, what prevents you from attaining martyrdom and the pleasure of your Lord. Look around you while you sit in comfort and ask yourself, is this how you want to die? Know that you will be resurrected in Yawm al-Qiyamah the way you lived your life. And do you wish to be resurrected with the dust from Bilad al-Kufr still in your lungs? Or do you wish to be resurrected showing your wounds and what you sacrificed from Allah Azza wa Jal? Know that Jannah isn't something small, and you want to show Allah Azza wa Jal what you sacrificed for this deen. We just want to meet our Lord. We just want to give our blood and use our bodies as a bridge from Khalafa. Wallahi, Khalafa is close. So ask yourself, either you can be here in these golden times. You can be here in these golden times fighting fi sabilillah. Or you can be on the sidelines commentating in Bilad al-Kufr. It's your choice. يقول أنه هل تريد يعني يحث أقرانه في بلاد الكفر أن يلتحقوا بالجهاد، ويقول هل تريدون أن يعني تموت وغبار بلاد الكفر في صدرك في رئتيك؟ ثم يعني بالنسبة لهم المسلم الذي يعيش في الغرب هو بالنسبة له هذه عيشة مؤقتة، والمسلم الذي يعيش في أي بلاد بالنسبة له هذه البلاد هي مؤقتة، لأن هذه الكتب ملأت دماغه بوهم اسمه في يوم من الأيام ستكون هناك خلاف. فهم يحلمون على الدوام، وبالتالي لا يعيشون واقعهم، لا يعيشون لصالح دولهم، لا يعطون لهذه الدول. دائما هذا الوهم استنزفهم، استنزف مواردهم الذهنية البشرية، كل شيء، مواهبهم أيضا، كل شيء. ثم يقول أجسادنا سنقدم دماءنا وأجسادنا كجسر للخلافة. تفضل. فإذا نحن نقول لهم الخلافة قادمة، الخلافة ستأتي، والخلافة هي النموذج الصالح، وخير القرون قرني، قرن محمد، وهذا هو أحسن، وعمر وأبو بكر وكل هذا. نبيع لهم هذه الأوهام ثم نلومهم، نقول لماذا هناك داعش، لماذا يلتحقون بداعش؟ طبيعة الحال سيلتحقون بداعش إذا صورت لهم أن أفضل القرون هو قرن محمد، وأفضل ما قام به محمد هو نشر الإسلام بالسيف، وأن الغزوات كانت وسيلة لنشر هذا، وأن نحتفل ببدر ونحتفل بهذه الغزوات ونعطيها شأن كبير في الكتب ويسيل المداد في مدحها والملاحم، ونقول أنه انتصرت والملائكة نصرتنا وهزمنا وسحقنا أبا جهل وقتلنا كذا. كل هذا سيؤدي إلى هذه النتيجة. حان الوقت لمراجعة كل شيء من المقررات الدراسية، من الخطب، من كل شيء. إذا أراد المسلمون أن يعيشوا كبقية بني آدم، كبقية خلق الله، فليتخلصوا من آيات الجهاد، من قرآنهم ومن كتبهم الصفراء. إذن نشوف
التصرفات، سنفحص الآن التصرفات، تصرفات داعش. أول تصرف قتل الأسرى، هل داعش طبقت الإسلام؟ نشوف هنا في يعني هذه الأحداث الأخيرة في العراق، مسكوا مجموعة من الشباب واعتبروهم يعني أسرى وسموها غزوة أسد الرحمن البيلاوي أبو عبد الرحمن، ويقول الموقع راية الخلافة فوق رؤوس الروافد شامخة، والروافد هي تسمية على الشيعة دائما، فالنواصب والروافد تسميات متبادلة، الشيعة يسمون السنة النواصب وهؤلاء يسمونهم الروافد. فإذا راية الخلافة يدلونهم ويضعون راية الخلافة فوق رؤوسهم بالضرب، وحتى لاحظ أنهم يستنجدون بالضرب وبكل شيء، إدلال للأسرة، معاملة الأسرة كالدجاج، يعني ملقون على الأرض وتشير لهم اليد على أساس أنه إدلال لهم. وحتى الشعارات ولاية صلاح الدين. فإذا هؤلاء الأسرى عند داعش ويسوقون الأسرى للموت، ثم يكتبون تعليق يسيرون إلى الموت بأقدامهم، شباب في مقتبل العمر، ثم يصفونهم في خندق كما فعل محمد يوم قتل أكثر من 600 شخص من اليهود، ويقول توجه المرتدين إلى حفرة هلاكهم، والشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل هذا باسم هذه الراية، باسم الإسلام، قتل الأسرى ثم تنفيذ النموذج المحمدي ما قرأوه في السيرة. هذا مصير الروافد الذين زج بهم نوري لقتال أهل السنة. لاحظ استخدام الدين، استخدام المصطلحات الدينية. التاريخ الإسلامي يحضر بتقلي في هذه الأحداث. من قرأ التاريخ الإسلامي يجد مشابهة أو مطابقة لما يحصل أو ما تقوم به داعش، ثم تنفيذ الأسرى مع التكبير طبعا والقتل. هذا مصير الروافد، نفس التعليق السابق، قتل الأسرى، تصفية قطعان الجيش الصفوي الفارين من القواعد العسكرية، لا احترام لا قيمة للإنسان لا أي شيء. قتل الأسرى نفس الطريقة، تصفية المئات من قطعان الجيش الصفوي الفارين من المعارك، لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفرف فوق أجساد شباب العراق على يد داعش. ثم يقول، لاحظوا التعليق، فوالله لن نبخي منكم ولن نذر ولنجعلنكم عبرة لمن اعتبر. تهديد بالتصفية الكاملة. هل محمد قام بهذا الأمر؟ هل محمد قتل الأسرى؟ هل وجد أعضاء داعش؟ لأن داعش كل ما عندهم، ليس عندهم رصيد معرفي، ليسوا فنانين، ليسوا علماء. ماذا قدمت لنا الجماعات الإسلامية لحد الآن؟ كل هذه الجماعات، الإخوان، داعش، بوكو حرام، الشباب، القاعدة، ماذا قدم؟ عندما نقول جماعات الإسلامية، الجماعات الإسلامية، ماذا يحضر إلى ذهن المشاهد؟ هل تحضر العلوم؟ جائزة نوبل؟ الفيزياء؟ الطيران؟ طلعوا للقمر؟ ذهبوا إلى المريخ؟ لا يحضر أي شيء من هذا. كل ما نقول جماعات الإسلامية يحضر القتل. إذن هم مرادف للقتل. ما قدمته فكرهم ضعيف، فكرهم ضئيل، القتل والجنس، فكرهم ضعيف ضحل، ليس فيه شيء، ليس عندهم أدب، ليس عندهم شعر، ليس عندهم فنون، ليس عندهم رقي، ليس عندهم أي شيء. كل ما أشبعوا به هو نصوص دينية فقيرة تفقر الإنسان إنسانيا وذهنيا ومعرفيا وكل على كل مستوى. فإذا ماذا سيقدمون؟ هم يذهبون إلى السيرة، يقرؤون ماذا فعل محمد، ثم يركض لتطبيق هذا الأمر. هذا كل ما تفعله الجماعات الإسلامية، ويقول لك العالم الفلاني، سبحان الله، قال العالم الفلاني وقال لنا الحديث الفلاني، فيذهب لتطبيقه. تخيل لو قرأت هذه الآيات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عندكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتدوا بمحمد في كل شيء،
ونعرف أن السنة هي قول وفعل وتقرير، ما قاله محمد وما فعله وما أقر به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد فسر بعض المفسرين على أساس أنه كل ما قاله لكم الرسول فخذوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما فعله، كل ما قاله محمد ينبغي أن نقتدي به. ماذا فعل محمد في الأسرة؟ في أسرة بدر، نقرأ في السيرة، هذا ما قرأته داعش في السيرة ولذلك يطبقونه. أخذ أسرة، ثم عندما كان في الطريق راجعا هو المنتصر، قال ابن إسحاق حتى إذا كان رسول الله بالصفراء مكان، قتل النضر بن الحارث أسير، قتله في الطريق، قتله علي بن أبي طالب كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة، علي بن أبي طالب تربية محمد. قال ابن إسحاق ثم خرج حتى إذا كان بعرق الضبية قتل عقبة بن أبي معيط، قتل أسير ثاني، عندما ذهب إلى مكان آخر وهو في طريق العودة قتل أسير آخر، مثل ما تفعل داعش اليوم. قال ابن إسحاق فقال عقبة، تخيل هذا المسكين كان يرجو محمدا ويقول، فقال عقبة حين أمر رسول الله بقتله، عنده أطفال، فقال لمحمد يرجوه، من للصبية يا محمد، يعني من سيعول أولادي أطفالي، خلي عندك قلب، من للصبية يا محمد؟ قال النار. هذا جواب محمد لأطفالك لأبنائك، النار. فإذا فعلتها داعش ليس غريبا، ليس غريبا، نجد هذا في السيرة، فهم تعلموا من السيرة. السيرة النبوية لابن هشام جزء الثالث صفحة 93، مقتل النضر وعقبة، ويمكن الرجوع لهذا الأمر. القرآن يلوم محمد على عدم قتل الأسرى في معركة بدر. محمد أبقى بعض الأسرى ليبادل، ليفديهم، مثل ما تفعل الجماعات الإسلامية اليوم، يعني وكأنه يرفع التليفون لأهل الأسير، ألو عندنا ابنك أسير ابعثوا لنا كذا مليون. هكذا فعل محمد مع قريش، عندنا أسرة تريدون أسراكم ابعثوا الأموال. يعني إنسان لا هم له لا بالله ولا بخلاص هذا الإنسان، ولا يذهب للجنة أو لا يذهب للجنة، هذا آخر تفكير محمد. هو كان يريد المال، يعني أنا أعطوني المال أعطيكم هذا الكافر، تفضلوا خذوه، أنا لا يهمني البشر، أنا يهمني أن تصير عندي دولة وأصير أنا الزعيم وأنتشر، هذا كل ما يهمني. وكان يحتاج المال في معركة بدر، لأنه تخيلوا أنه أول أكبر معركة له، فهو كان يريد المال، فأيضا يريد أن يفديهم. فنزل القرآن، وهو نزل القرآن بعد ما ندم، لأنه كان عنده رأيين، كان عنده رأي أبو بكر، أبو بكر قال له الفداء، أعطيهم الأسرى يعطوك الأموال، عمر قال لا نقتلهم، خلينا نقتلهم ونخلص منهم، ننتقم لأنفسنا. هو عمل برأي أبي بكر. بعد هذا ثاني يوم جاب آية قرآنية وقال ندمت، وجده أبو عمر يبكي، هو وأبو بكر يبكيان ويقول يا ريت كنا قتلناهم ما قبلنا الفداء. ثم جاء في القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يعني الله يلوم محمد، ما كان ينبغي أن يكون لك أسرى يا محمد حتى تكثر القتل في الأرض. الله يريد محمد أن يكثر القتل ويلومه، يعني طلع محمد رحيم على الله، قال له لماذا كان عندك أسرى، كان ينبغي أن تكثر القتل قبل أن تبدأ في افتداء الأسرى، تريدون عرض الدنيا، تريد المال يا محمد، والله يريد الآخرة، الله لا يريد المال، يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. عن سعيد بن جبير في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، قال إذا أسرتموهم فلا تفادوهم حتى تدخنوا فيهم القتل، حتى تكثروا القتل. تفسير الطبري، داعش فعلت ما قاله القرآن في الأنفال 67 وما قاله الطبري في تفسير الآية. ثم يقول الطبري أيضا وإنما قال الله جل ثناء لنبيه محمد يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم يوم بدر ثم فاد بهم كان أولى بالصواب، يعني القتل كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم، كان أحسن لو قتلهم. إذن داعش عملت أحسن من محمد، محمد طلب الفدية، داعش قتلت،
من الأفضل؟ والقرآن يلوم محمد ويقول له ينبغي أن تكثر القتل قبل البدء في الفداء. فإذا داعش طبقت القرآن وطبقت التفسير. خليني أبدأ في أخذ المكالمات. شعاع من الجزائر. سلام المسيح أخي رشيد. سلام ليك أخي. لك ولخدام قناة الحياة الفضائية. شكرا. أشكركم جزيل الشكر على هذه الجهود التي تبذلونها في كل مرة. العفو. من أجل إنارة عقول الناس عامة والمسلمين خاصة. نعم. لأن الموضوع في الصميم. نعم. في البداية الإسلام انقسم على نفسه إلى شطرين. صح. الشيعة والسنة. نعم. يعني الحرب بدأت في البيت الواحد. صح. اجتمعتا في مرحلة معينة لغزو البلدان التي فيها الأقليات. صح. أقليات ملحدة وهناك أقليات أيضا مؤمنة. نعم. وبعد مدة معينة من الزمن أخذت تظهر طوائف أخرى أشد عنفا. عبر العصور وعبر هذه القرون. نعم. تظهر جماعات وتظهر طوائف أشد عنفا في بيت واحد وهو بيت الإسلام. صح. فنشأت أو نشأ الإخوان جبهة الإنقاذ الجيش الإسلامي عندكم في الجزائر. صح. نعم. عندكم جبهة الإنقاذ في الجزائر والآن. نعم. عندكم أيضا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما يقولون. تنظيم القاعدة. القاعدة عالمي كما أردتم تقولوا أن الإسلام أراد أن يعود إلى نقطة البداية وهي الاستحواذ على العالم وتثبيت حكم الخليفة إلى غير ذلك. صح. إذا الجيش الإسلامي وحماس وحزب الله وأنصار الشريعة إلى آخره وإلى آخره كلهم أوجه لعملة واحدة. لعملة واحدة. شكرا. نعم. فأصبحت هذه الميليشيات تقاتل فيما بينها الآن في هذه الآونة الأخيرة فيما بينها من أجل أخذ الحكم والتسلط. نعم. لأنها لا تستطيع أن تغزو وأن تقوم بغزوات خارج الحدود هذه الدول، فأصبحت تقاتل في دولها على أراضيها. صح. يعني والغرض كلهم يعني يعتقدون أنهم شهداء وأنهم يقدمون خدمة للإسلام وأنهم. نعم. يقتدون بمحمد كما فعل الطالبان في أفغانستان وكما فعل الإخوان بمصر في هذه السنة الأخيرة في هذه الآونة الأخيرة. لكن ألا نلوم الإسلام؟ يعني كل ما تقوم به داعش مثلا اليوم له جذور في الإسلام واضحة. نعم. ولكن أين الحل؟ المشكل أساسي سي فوندامونتال. المشكل الأساسي موجود في القوانين الوضعية في دساتير هذه البلدان. فجميعها في بندها الثاني حتى لا أقول أن البند الأول. نعم. الإسلام دين الدولة. صح. لكن المشكل هو أبعد من الدساتير. أعتقد أنه الوعي والعلم سيجعل الإسلام يتراجع لأنه كل ما تعلم الشخص وأقصد بالعلم ليس العلم الديني يعني واحد يذهب يتخرج في الشريعة هذا ليس عالما. نعم. فهناك حرب وهناك صراع ما بين العصر هذا عصر التكنولوجيا والعولمة إلى غير ذلك والسلفية. نعم. والفترة عندما ظهر الإسلام هناك صراع ما بين هذه الفئات والعالم. صح. صراع. قلت إذن الإسلام دين الدولة فترك الباب لهذه الطوائف المتشددة والمتطرفة مفتوحة على مصراعيه. نعم. فنشب الصراع الديني وأعلنوا الجهاد حتى على الحكام وعلى الرؤساء وعلى شعوبهم. صح. إخوانهم. صح. تحت سقف واحد. صح.
أتمنى أن الناس تفهم هذا الأمر، وأشكرك أخي شعاع على هذه المشاركة، وأخذ الأخ محمد من المغرب. تفضل أخي محمد. أخي محمد يا ريت تسمعني من تليفون فقط وليس من التلفزيون. نعم، السلام عليكم. سلام أخي محمد، تفضل. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. والله لا تعليق، أنا ما عنديش تعليق. ياك علاش؟ هذا الشيء اللي كتقولوا صراحة هو اللي كاين صراحة. نعم، فإذا تتفق معي أن المشكلة هي في الإسلام. هي التعاليم، هي هادشي اللي كاين في الكتب. انا كنقرا الكتب، كنقرا هادشي اللي كاين. نعم، حسب المفسرين، حسب. اذا لو قال اي شخص انه هذا ليس له علاقه بالاسلام، هل تعتبر يقول الحقيقه؟ والله احنا بالنسبه لنا في المغرب ما عندناش، ما وصلناش لهذا المستوى. هذا بالنسبه لنا هذا اجرام. ولكن ولكن أنا نقول لك واحد القضية. أنا سأقول لك شيئا حتى أتحدث بالفصحى لأجل إخواننا الذين لا يفهمون الدارج المغربي. أقول لك شيئا، طالما أننا نعلم الناس هذه الأمور فهم، فالكثير منهم، حتى لا أعمم، الكثير منهم عندهم إرهاب نائم. يعني هو يعرف أن الجهاد موجود وأن قتل الكافر موجود وينتظر الفرصة. حتى السوريون كانوا يقولون أبدا لا يمكن أن يحصل في سوريا ما يحصل في ليبيا، ثم حصل نفس الشيء. والكثير من البلدان تقول أهل بلدنا مسالمون وليس فيهم هذا الشيء، لكن لا يعرفون أنه هذه التراكمات من المسجد ومن الأئمة ومن القرآن هي خلايا، مثل الخلايا النائمة. حين ينعدم الأمن وتصير القبضة الحكومة لينة ورخوة لا تستطيع التحكم فيهم، سترى في المغرب، ولا أتمنى ذلك لكن أقول الحقيقة. نعم أخي محمد. نعم لا، ولكن هناك بعض الشيوخ عندما تسألهم عن قضية الجهاد يردون بك إلى، يقولون لك مثلا أنا ذاك كان الجهاد، الآن لا، ليس هناك الجهاد، كما من مالك اليمين مثلا. لكن أليس الإسلام لكل زمان ومكان؟ نعم. نعم. ليس الإسلام لكل مكان وزمان؟ المهم هي عندما تطرح يعني تقبل هذا الكلام من يعني هذا الكلام ديال الممالك اليمين، فات وقتها الجهاد، فات وقته. نعم. يعني من يقول هذا الكلام يضرب الإسلام تماما. صح. يعني صح، ويصير هناك تناقض. صح. أشكرك أخي محمد. أتي لي أمر آخر أريد أن أوضحه قبل أن أنتقل للمزيد من المكالمات. التمثيل بالجثث، داعش مثلت بجثث، لا احترام حتى للإنسان عندما يكون ميت. سأعرض بعض الصور وأرجو أن لا يكون أطفال حتى لا يرون هذه المناظر. التمثيل بجثث الموتى، أنا أخفيت الملامح لأنه رؤية الدم وهذه الأمور لا أريد أن يراها المشاهد، لكن يمكنك أن تدرك هذا الأمر. يعني هذا يستمتع بهذا القتيل ويرفع راية العقاب، راية الإسلام، ويقول اختباء المرتدين في الحقول الزراعية هربا من نيران جنود الدولة الإسلامية، هربا من المجاهدين يعني. ثم نرى يعني حتى يضعون الراية فوق أجساد القتلى، راية دولة الإسلام تعلو على جثث الرافدة الأنجاس، لا احترام للإنسان. أيضا المرتدون يخلعون ملابسهم العسكرية ويلبسون ملابس المدنية. لاحظ وضع القدم على جثة شخص ميت، وضع القدم وهو ميت، يعني هو مات انتهى، لكن هناك مرض، هناك حقد، هناك غل،
موجود في هذه الأرواح، حتى كما قال القرآن يشفي صدور قوم مؤمنين يريدون الشفاء. هم مرضى، هم فعلا مرضى هؤلاء القوم المؤمنون، وأقصد بها الإسلاميون بالضبط، هم مرضى يريدون شفاء ولا يشفون إلا بهذه المناظر، يعني مناظر الموت ومناظر إهانة الأجساد. لاحظوا يعني أيضا قدم فوق جسد شخص ملقى على قارعة الطريق والآخر يمسك رأسه، وضروري أن الراية تكون فوق الجسد، راية الإسلام تعلو على جيف، فوق جيف سميها جيفة، يعني حتى لا احترام الإنسان، جيفة، جيفة عناصر الجيش الصفوي تملأ الطرقات بفضل الله، غزوة مثل غزوات محمد، غزوة أسد الرحمن البلاوي. لاحظوا مسك الرؤوس، قطع الرؤوس ومسكها على الهواء، ثم يقولون فحزوا الرقاب. هذه الدولة الإسلامية في العراق والشام، هذه الصور مأخوذة من مواقع تابعة للدولة الإسلامية في العراق والشام. لاحظ قطع الرؤوس، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، سورة محمد، ولي يعني الاسم له دلالة، سورة محمد، محمد آية 4. لاحظ جز الرقاب، فحز الرقاب، يريد أن يقطع الرقبة لغرض في نفسه، لأنه هكذا قرأ في التوراة الإسلامي، قطع الرقبة ووضعها هنا للتمثيل بها، شفاء للصدور. لاحظ شفاء للصدور كما قال القرآن تماما، التمثيل بالجثث. هل محمد مثل بالجثث؟ هل نقرأ في تاريخ الإسلامي هذا الأمر؟ هل داعش عندها نماذج قرأتها وتقتدي بها؟ نعم، في كتاب البداية والنهاية وكتاب المغازي والسيرة النبوية، واقرأ ما تريد، قصة قتل أبي الحكم، أنا أسميه أبي الحكم لكن المسلمين يسمونه أبا جهل اقتداء بمحمد، لأن محمد لا يحترم خصمه أبدا ولا يحترم معارضيه فسماه أبا جهل. يقول في البداية والنهاية لابن كثير، فكان قتل أبي جهل على يدي شاب من الأنصار، ثم بعد ذلك وقف عليه عبد الله بن مسعود ومسك بلحيتي، وهو يعني مقتول، يعني في لحظاته الأخيرة يموت، ومسك بلحيته وصعد على صدره. هل نعرف من أين أخذ داعش هذا الأمر؟ من هذه القصص التي نرويها عليهم في المساجد وفي خطب الجمعة ونفتخر بها، لأنه حصلت في بدر، يعني حصلت في المعارك الكبرى للإسلام، فخر الإسلام، هذا فخرنا نتغنى به. وصعد على صدره عبد الله بن مسعود، وما أدراك ما عبد الله بن مسعود، صعد على صدر جثة واحد يموت، حتى قال له، لكن هذا الشخص له شموخ، له عزة، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، عيره بمهنة، لأنه عبد الله بن مسعود كان مجرد راعي غنم، كان في مستوى أقل من أبي الحكم. ثم بعد هذا حز رأسه، قطع الرأس. داعش تعلمت من هذا الأمر، صحابي جليل يقوم بهذا الأمر، واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله فشفى الله به قلوب المؤمنين. لاحظ نفس المصطلحات، شفاء للصدور. لاحظ فحز الرقاب، من أين أخذوها؟ من هذه النصوص. تقول هذه النصوص فشفى الله به قلوب المؤمنين، حز رأسه، نفس الشيء، فهم يعملون ما قرأوه في السيرة، ما قرأوه في أفعال صحابة محمد ومحمد. تفسير الألوسي لسورة العلق آية 15 يقول، فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام، يعني محمد، التمسوا أبا جهل في القتلى، ابحثوا عنه، فرآه ابن مسعود مسروعا يخور، فارتقى على صدره ففتح عينه فعرفه، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فقال ابن مسعود
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك يضعون الراية فوق الأجساد. يعني عندما يضعون الراية الإسلام يعلو فوق جثتك. فعالج قطع رأسه فقال اللعين دونك فاقطعه بسيفي، قال لو اقطعه بسيفي لا تقطعه بسيفك حتى لا يقال قطعته بسيفك، فقطعه ولم يقدر على حمله فشق أذنه، لاحظ تمثيل بالجثث، وجعل فيها خيطا وجعل يجر حتى جاء به إلى رسول الله. فجاء جبريل عليه السلام يضحك مستمتع جبريل بالمنظر، واحد يجر رأس فيها خيط وجبريل لأن جبريل هو يعني المرادف لمحمد، هو يعني إسقاط محمد لا شعور محمد. فجاء جبريل عليه السلام يضحك، من قال لهم هذا الأمر؟ أكيد محمد. ويقول يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة، يعني بنكت، جبريل ينكت يقول لمحمد أذن بأذن، يعني لأنه كان قطع أذن عبد الله بن مسعود فيقول أذن بأذن، يعني هذه الأذن بتلك والرأس زيادة، هذا بونس يعني زائد فوق البيعة كما يقول الإخوة المصريون فوق البيعة. فإذا أذن بأذن والرأس زيادة، تخيل واحد ميت يقطع رأسه ومزح وضحك وتنكيت، ولما لا؟ إذا قرأت أنا هذا النص وكنت مسلما سأعتبره قدوة لي وسأطبقه على أرض الواقع، وهكذا تفعل داعش. الحرق، حرق الأخضر واليابس، داعش تقول حرق أوكارهم، هذا في الأنبار في العراق، حرق السيارات ولتعلون الراية، راية الإسلام، الحرق وسيلة إسلامية، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، استشهاد بآيات قرآنية، تدك معاقل المرتدين في شرق ولاية صلاح الدين، نفس الشيء سنرى. هل الحرق والتدمير له ما يؤيده في الإسلام؟ هل داعش يمكن أن تجد نصوص تقتدي بها في الإسلام؟ أكيد. محمد هدد بحرق مسلمين، فكان بالأحرى إذا كان شخص لا نعتبره مسلما، هدد بحرق مسلمين لا يصلون، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف يعني أذهب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. صحيح البخاري كتاب الآذان باب وجوب صلاة الجماعة، هذا فقط لأجل الصلاة، فكم بالأحرى إذا اعتبروا مرتدين. عن عكرمة علي أيضا في السنة قتل حرق أشخاص اعتبرهم زنادقة مرتدين، عن عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم، أتي علي بزنادقة فأحرقهم. داعش إذا قرأت أن علي بن أبي طالب وما أدراك ما علي بن أبي طالب أحرق زنادقة، عادي أن يحرق أعضاء داعش أناس لأنه موجود. محمد هدد بحرق مسلمين وعلي حرق، وحرقوا النخل. عن نافع عن عبد الله أن رسول الله حرق نخل بني النضير وقطع النخل وهي البويرة، مكان اسمه البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها، نيلة يعني لينة يعني النخل، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صحيح مسلم كتاب الجهاد، الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، باب خاص جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، يمكن حرق الأخضر واليابس. القرآن يعطي الحق للمسلمين في الحرق، يقول في سورة الحشر آية 5 و6 ما قطعتم من نخلة من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي شيء تفعلوه بها بإذني أنا أعطيكم الإذن. إله القرآن يقول للمسلمين لو قطعتم أي نخلة أو تركتموها فبإذني.
وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما إلى آخر الآية. عن قتادة قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها الآية أي ليعظهم فقطع المسلمون يومئذ النخل وأمسك آخرون كراهية أن يكون إفسادا فقالت اليهود الله يعني هل الله الله أذن لكم في الفساد فأنزل الله ما قطعتم من لينة. يعني اليهود استغربوا قالوا هل الله سمح لكم بهذا الفساد؟ هل فعلا متأكدين أن هذا الكلام كلام الله؟ هل الله أمركم بإحراق النخل؟ فأنزل محمد آية حتى يريح اليهود ما قطعتم من لينة يعني يا مسلمين لو قطعتم أي نخل أو تركتموه قائم على أصوله فبإذني أنا سامح لكم بالاثنين يعني أنا صاحب الرأي. فإذا هي أفعال لو أحرقت داعش أي شيء بشر أو شجر له نصوص تؤيده في الإسلام له نصوص وله أمثلة يمكن الاعتماد عليها. خلينا نأخذ أبو وليد أو من أوروبا. تفضل أخي الكريم الاسم أنا أبو فيدال. أبو فيدال نعم تفضل أخي. شكرا حبيبي رشيد اسمعني. العفو تفضل. طبعا بركة كبيرة أنه أنا أتكلم معك. الله يخليك شكرا. شكرا. عندي ملحوظة شوية صغيرة بس قبل الملحوظة أريد أعتب عليك لأنه أنت برافو رشيد صار لك 7 سنين أو 8 سنين ما داخل الغرفة ومن البركة الغرفة الأستاذ أستاذ وحيد من البركة سمع صوتك بالغرفة. الله يخليك. أنا لا أدخل البالتوك سنوات ونظرا لعدم تفرغي لهذا الأمر. لازم نتفرغ لانه احنا نتفرغ لك كل يوم خميس. معلش سامحني سامحني في امور اعملها تاني واخده من وقتي الكثير فاشكرك. انا عارف نعم. يا اخويا على كل اخويا العزيز نعم ملحوظه شويه صغيره بس يمكن تاخذ وقت شي دقيقتين اذا سمحت. تفضل. اخويا أنا من المتابعين يعني على الفالتوك صابي يمكن ما يقارب 14 سنة نعم no. ونتعلم منكم من الأستاذ وحيد من الغرف الثانية وننشر اللي إحنا نقدر ننشره نعم no. جاء أحد الإخوان قبل سنة وآمن بالرب يسوع هو مسلم طبعا نعم no. وأعطى خباره على الفالتوك نعم no. الشيء الغريب اللي أثار يعني فكري بالرغم من أنه أنا 14 سنة البارتوك ما هذا الشيء الموضوع يخص يعني اللي أنت جاي تتكلم بيها هسه نعم على داعش نعم أخوي العزيز إجا هذا الشخص ووصل عندنا بعد ما آمن أخوه وبعدين أخوي تكلمت معاه شغلات أنا ما كنت أعرفها يعني 14 سنة على الباستوك تعرف يعني مثل ماذا يعني هذه الشغلات نعم مهلم بكل شيء شيء غريب بأنه داعش اللي يعني يمكن أنت ما تعرف والإخوان اللي عايشين بأوروبا ما يعرفون بس اللي عايشين بالعراق والشام راح يسمعون هذا الشيء وراح يعرفون يحطون حدايد بين العرب يعني لما يفجر نفسه يكون إلى حدايد تحفظ إربة من أن يعني تحفظ يعني الجهاز التناسلي حتى لا ينفجر حتى يروح يجامع به الحور العين نعم فهو كان يقول 1900 حورية أنا قلت له لا المؤمن العادي 19600 المؤمن العادي طيب طيب معليش أخ فيدال لأنه هذا نقاش يعني ثانوي مش حيفيدني أنا يعني سواء كان الرقم 4000 أو 70 حورية لا يغير إحنا نتكلم عن المبادئ والأصول عن الأمور الرئيسية. على العموم أنا أشكرك من أجل الاتصال لكن كنت أتمنى أنه تكون المشاركة أفيد للمشاهد حتى نغني الموضوع يعني.
أتمنى أنه نركز يعني، لأنه الوقت ثمين جدا، احنا عندنا ساعة ونص فقط ولازم نركز فيها، لازم نقول معلومات تفيد الإنسان. يعني أنا سمعت عن هذا الأمر لكن ليس بهذه الأهمية. الأخ عبد الله من الكويت تفضل. ألو أخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. سلام ليك أخي عبد الله تفضل. أشكرك على هذا الموضوع. مين معي؟ أين حقوق الإنسان؟ أعتقد أخ عباس هذا مش عبد الله. أبو عبد الله عباس. عباس أخ عباس. أيوه؟ يعني أنا مش عارف إنه دائما أنا قلت أبو عبد الله. أوكي أبو عبد الله. ألو. أخ عباس معلش بتتصل برامج كتيرة، أعتقد أنا أفضل أعطي فرصة لناس تانية. يعني أنا بتتصل برامج كتيرة بقناة الحياة أحيانا ما نفهم عنك أي شيء، فأنا متأسف. الأخ أحمد من سوريا تفضل. مساء الخير. مساء النور تفضل رشيد. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يخليك. في عندي سؤالين مهمين. أنا بتصل من نيويورك. أهلا وسهلا. في عندي سؤالين كثير كثير مهمين وانا مستعد وابني بشكل علمي وديني بنفس الوقت. نعم نعم. انت معك خبر صار في تفجير ارهابي بلبنان في اوتيل وقابله بالضاحية وبفلان وفلاتان. نعم. تبين انه في 2 سعوديين فجروا نفسهم. نعم. ولكن بنفس الوقت هالسعوديين هودي قامت الدولة السعودية ورفضت كليا مع المساعدات اللي عم بتساعدها للبنان ولا لغير بلدان. شو هالتناقض الغريب بين 2 سعوديين عم بيفجروا وبين الدولة السعودية اللي عم تدعم يمكن ظاهريا العالم؟ كيف بتترجم؟ اترجم لك اياها. التناقض هو حين نعلم شخص انه الجهاد كويس وانه محاربة الكفار كويس وانه نشر الاسلام كويس وانه كذا كويس، وفي نفس الوقت نحن نقول له لا تقوم بها، يعني لا تضرب المكان الفلاني، لا تقوم هنا. فهذا هو التناقض، يعني نعطيه تعاليم مختلف. فهم يحترمون الإسلام ويعتبرون الإسلام هو الدستور والإسلام فيه هذه الأمور، وفي نفس الوقت كدولة لها مسؤوليات يريدون أن تكون لهم علاقات. ما هو الانتحاريون اللي فجروا نيويورك عندك يعني كانوا أغلبهم من السعودية، وفي نفس الوقت السعودية عندها علاقات مع أمريكا، ما هو نفس التناقض. لكن هم يعلمون الإسلام الذي يكفر أمريكا ويطلب بضرب أمريكا، وفي نفس الوقت كدولة لها علاقات سياسية. المشكلة أنه متى يعرفون أو هم يعرفون ولا يريدون أن يقولوا أن هناك علاقة بين ما نعلم وبين ما يقوم به هؤلاء الأشخاص. هم يقولون لا علاقة بين الاثنين، هم يعتقدون هؤلاء حالات شاذة. طيب السؤال الثاني بعد ذلك. نعم. شو السبب لماذا التطرف السني ينجح أو ينحو نحو الذبح والقتل وداعش وأنت تعرف القصة كلها حصرا للوقت؟ نعم. بينما الشيعي لا يفجر ولا يقتل مع أنه الاثنين من منبع واحد. شو تفسيرك العلمي؟ التفسير لها أن الشيعة هم أقلية رغم أنهم أغلبية في إيران، لكن هم أقلية في أغلب البلدان الإسلامية، و90% من الإسلام هو سني في العالم. فإذا الأماكن اللي بسيطر فيها الشيعة فيها قتل وفيها تفجير. حزب الله مثلا نموذج. في إيران هناك قتل للناس وفي إرهاب للناس وفي قطع وفي ذبح وفي كل هذه الأمور. فلو كانت الأغلبية هي الشيعة كنا رأينا نفس الشيء، أنه الإرهاب شيعي. لكن اليوم لأن الأغلبية سنية، أغلب الإرهاب الذي يحصل من الإسلام هو سني، نتيجة طبيعية للنسبة.
أشكرك لأنه أنا ما عندي كتير وقت، لكن استمتعت بالحديث معك. أسئلتك مهمة أخي بالنسبة لهذا الأمر، لكن خليني أتي لشيء معين كان نفسي أتكلم عنه. سأترك الحلقة القادمة لكن أتكلم عن جزء بسيط من الذي حصل، هو القتل العلني أو تنفيذ الحدود، قتل المرتدين، قتل من حكم عليهم بجرائم تستحق الحرابة مثلا، يقوم بها تنظيم داعش علنا بين الناس، وهذا أيضا له نماذج يقتدى بها في التاريخ الإسلامي. خليني أعطيكم بعض الصور التي أخذتها من مواقع تابعة لتنظيم داعش. مثلا سموا هذه غنائم، لاحظ الاقتداء بالإسلام، غنائم غزوة تأر الأنبار، هذه غنائم الدولة الإسلامية في الشام، نفس الشيء اقتداء بمحمد، كان يغنم الخيل والجمال إلى آخره والقوافل، وهم يغنمون السيارات. جانب من الغنائم عامرية الفلوجة، هذه غنائم تويوتا. إذن كل هذه اقتداء بالإسلام، غنائم الدولة الإسلامية في العراق والشام من الحكومة الصفوية. أحكام بالردة اللي تكلمت عنها والقتل، مثلا حكم بحد الردة والقتل على مرتد لقيامه بسب رب العزة في ولاية حلب، في حلب في سوريا، تم قتل هذا علنا. تطبيق حد الحرابة في الساحات العامة، إقامة حد الحرابة على مرتد في الساحة العامة في ولاية حلب، لاحظ أنه سيقيمون حد الحرابة على هذا الشخص علنا. كل هذه الأمور هي لها سوابق في التاريخ الإسلامي وموجودة. الشيء الآخر الذي كنت أريد أن أشير له هو القتل والجنس، يأخذون النساء أيضا ويعتبرونهم سبي، يعتبرونهن سبي ويأخذون ويمارسون الجنس عليهم غصبا عنهم. هذا أيضا له سابقة، وهي حادثة محمد مع صفية بنت حيي التي قتل زوجها وقتل أخاها وقتل أباها، وفي طريق العودة دخل بها ومارس عليها الجنس. تخيلوا قصة صفية لوحدها في الإسلام تجعلني لا أؤمن بأن محمد كان رسول من عند الله. قصة صفية لوحدها، لأنه كيف تمارس الجنس على سيدة قد قتلت زوجها قبل قليل وأباها قبل قليل وكل عشيرتها، وكانت عروس حديثة عرس، يعني عروس جديدة، ولكن عرس بها في الطريق. وتقول صفية في كلامها أنه كان أبغض الناس إلي لأنه قتل أبي وأخي وكل عشيرتي، تقول كان أبغض الناس إلي. فإذا كيف مارس الجنس معه وهي تبغضه وتكرهه كل الكره؟ ألا يعد هذا اغتصابا؟ ألا يقال له اغتصاب حين تمارس الجنس على شخص يكرهك كل الكره؟ فإذا الجمع بين القتل والجنس، محمد جمع بين القتل والجنس في غزوة خيبر عندما أخذ صفية بنت حيي اليهودية واغتصبها في الطريق في طريق العودة، دون أن يراعي مشاعرها وأنه حزين على أبيها وحزين على أخيها وحزين على قومها، لا يهمه. حتى عدب زوجها لأجل كنز، أمر بتعذيبه حتى يقر بأين وضع الكنز. كل هذه الأمور إذا رأينا داعش تقوم بها فلها أصول في الإسلام ولها أصول في السيرة وفي القرآن وفي التفاسير الإسلامية. إذن أطلب منكم أن تبعثوا لي إيميلات وأسئلة وتشاركوني، ربما نكمل الموضوع في حلقات قادمة. ربنا يكون معاكم مع الجميع، وإلى اللقاء.